يسعد أيامكم أصدقاء الأحبة، طمنوني عنكم، كيفكم وشو أخباركم؟ بتمنى تكونوا بخير وسلامة وصحة وعافية. اليوم نحن بفيديو جديد ضمن سلسلة دروس نوطة الموسيقية، تعلم على آلة الطنبور. بهالفيديو مجهز لكم أغنية جديدة. الأغنية هي على مقام عجم، عجم الدو، معروفة كتير، دايما بنسمعها بمناسبات أو مناسبات الأعياد الميلاد، دايما بنسمعها وبنكررها، اللي هي هابي بيرثدي تو يور. هي الأغنية هي يعتبر أغنية عالمية، بكون أنه بجميع لغات العالم موجودة عنا. بالعربي اسمها سنة حلوة يا جميل. فخلونا نشرح الغنية قبل ما نبلش نعزفها سوا عملي. بمازورة الأولى بالبداية مكتوب 3/4، هذا هو وزن الغنية. بعد المنة بيجي عنا السكتة، نحن مالنا أخدينا بهذا الكورس العربي لسه السكتات، مالنا أخدينا السكتات إلى أشكال معينة، مثل أحرف النوطة الموسيقية، ولكن بتعني أنه ما تعزف بهذا الزمن. يعني بس شفت هذا الشكل، هذا الشكل بيعني السكت، يعني ما تعزف، يعني يكون صامت النغم يعني من دون عزف. هي مهمة كتير بالأغاني وحتى بالتوزيع الموسيقي، مشان ما كل الآلات الموسيقية تعزف مع بعضها. مهم كتير، بنشرح لكم إياها أكتر بأيام اللي جاي. هذا الشكل رح تشوفوا منا اثنين، عنا هون ملاحظين هذا هو الخط الوسطاني بتعني الدو، دايما اي اشارة من الاشارات لما شفتها بهذا الخط الوسطاني هي الدو. فهي الاشارة اللي شايفينها لما يكون تحت يعني فوق خط السي، هذا يعني زمنين، واذا شفتوها تحت خط الري يعني عكس، هاي يكون فوق، اوكي، تحت الخط الري بيكون 4 أزمنة. يعني إذا شفتها هي بدك تنطر زمانين ما تعزفها إذا بلشت بالغنية، وإذا كانت تحت خط الري هذا بيعني 4 أزمنة، يعني ما راح تعزف 4 أزمنة. عنا بعدها دو، دو 3/4 الزمن، ربع الزمن. ري عنا موجود زمن واحد، دو كمان زمن واحد، اللي بعدها فا، فا نصف نصف. بيجي عنا مي اللي هي زمنين، دو دو نفس الشي 3/4 بربع. جدول التاني محطوط عنا ري زمن واحد، دو زمن واحد، صول صول نصف نصف. اللي بعدها بيجي فا اللي هي زمنين، دو 3/4 الزمن، دو اللي بعدها ربع الزمن. عنا لا فا مي، ملاحظين كل وحدة زمن. فالزمن المطلوب منا 3/4 لازم يكون ضمن كل مازورة وحدة 3 أزمنة. ملاحظين هون في زمنين سكتة، زمنين، وعنا هون 3/4 وربع صاروا زمن، يعني زمن وزمنين صاروا 3. وهون كمان عنا نفس الشي، بيجي عنا 3 بجدول الواحد. ثالث جملة موسيقية، عنا ري زمنين، فا 3/4، فا اللي بعدها ربع، مي زمن، دو زمن، ري ري نصف نصف، آخر شي بيجي عنا زمنين ولكن جنبها نقطة. ملاحظين دايما النقطة بزيد من زمنها الأساسي نصف الزمن، يعني هون شو ما جاء مقابل أو قبل النقطة هي بتزيد نصفها زيادة. يعني عنا هون 2 زاد زمن، بكون زمنين نصفها زمن، صار عنا 3 أزمنة. هلا بنشرح لكم إياها عمليا. خلونا نبلش مع بعض. مازورة الأولى زمنين ما بنعزف، نعزف بعدها 3/4 بربع على وتر التحتاني اللي هي فاضي مطلق الدو. 1 2 3
نعزف مازورة اللي بعدها، مبلش من الري. نعزف مازورة اللي بعدها، ببلش من المي. نعزف جملة الموسيقية الثانية، منبلش كمان من ري. نعزف مع بعض مازورة اللي بعدها. نعزف مازورة اللي بعدها اللي هي منبلش من الله فا مي، ثلاثة أزمنة كل واحدة منهم ريشة. نعزف بعدها الجملة الثالثة مازورة الأولى، ببلش مرة. نعزف مازورة اللي بعدها مي، ببلش. نعزف مع بعض آخر مازورة من جملة الموسيقية اللي عنا اللي هي دو فاضي، نعزف ثلاث أزمنة. خلونا نبلش مع بعض من البداية للنهاية. ما تنسوا بالبداية في زمانين سكتة ما رح نعزفهم، ومنبلش للأخير مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. بنهاية الحلقة بتمنى تكونوا استفدتوا أصدقائي. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بتمنى نتواصل، اكتبوا لي. إذا عندكم أي رأي تاني أو بتكون أغاني معينة. ولحد الحلقة الجاية بتمنى تكونوا بخير وسعادة وصحة وعافية، وكل عام وانتم بخير. مع السلامة، باي باي.